بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الصف الأول الثانوي، في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء مكملين معاكم. احنا بدأنا الحصة اللي فاتت، بدأنا في الباب الرابع التصنيف. النهاردة هنبدأ إن شاء الله نتكلم في التصنيف، ونبدأ نعرف بقى التصنيف الحديث وبعض الممالك التصنيف الحديث. أول حاجة إن شاء الله احنا بنهاية الفصل دهوت والجزء اللي احنا هناخده النهاردة بعد محاولات التصنيف، هنشرح نظام التصنيف الحديث، هنشرح الخصائص المميزة للممالك الخمسة. احنا النهاردة هنتكلم على مملكتين من الممالك الخمسة دول، هنشوف أمثلة لكائنات حية بتنتمي لمملكة البدائيات والطلائعيات. يعني احنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم على مملكتين من الممالك الخمسة اللي في التصنيف الحديث، وهي مملكة البدائيات والطلائعيات. هنصنف بعض الكائنات الحية في ضوء التصنيف الحديث، يعني نشوف لو جالي كائن حي أقدر أصنفه أقول إيه، أبدأ بإيه، هنقدر ازاي جهود العلماء ان هم اللي عملوا علم التصنيف بتاع الكائنات الحية، وازاي ساعدونا ان احنا نقدر نتعرف على الكائنات الحية. هنقدر طبعا عظمة الخالق عز وجل في تنوع الكائنات الحية والكم الهائل من الكائنات الحية. طب عناصر الدرس عندنا النهاردة في مملكتين اساسيتين هنتكلم عليهم، وهنتكلم على الشعب اللي موجودة فيهم، وهي مملكة البدائيات ومملكة الطلائعيات. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن العالم كارل، وقلنا ان العالم كارل نينوس لو تتذكروا هو اللي عمل لي التسميه الايه الثنائيه، ان احنا لما نيجي نسمي الكائن الحي بنسميه باسمين، هو الجنس والنوع. مش بس كده، كارل لينوس بس ما عمل التسميه الثنائيه ديت، لا ده هو عمل حاجه كمان، عمل تصنيف تقليدي قسم الكائنات الحيه لمملكتين بس، المملكه الحيوانيه والمملكه النباتيه. ولكن التصنيف ده كان بيشوبه بعض العيوب، لان في كائنات حيه وجدوا العلماء ان ما تنفعش نضيفها للمملكه الحيوانيه او المملكه النباتيه. فمع التقنيات العلميه الحديثه وزياده المعارف، جه بقى عندي العالم بيتكر وعمل نظام جديد للتصنيف، وسموه نظام التصنيف الحديث، وقسم الكائنات الحيه الخمسه. يبقى انا عندي كارل لينوس كان عاملهم كم مملكه، مملكه حيوانيه ومملكه نباتيه، ولكنها ما كانتش بتنفع تشمل كل الكائنات. فبقى مع التقدم في علم البيولوجي والتقدم في اكتشاف المادة الوراثية، لأن هم بدأوا يصنفوا بناء على المادة الوراثية، بدأوا عملوا لي التصنيف الحديث، وهو التصنيف بيشمل خمس ممالك. مين العالم اللي عمله؟ العالم فيتكر. ايه هم الخمس ممالك عندي يا اولاد؟ هي مملكة البدائيات، الطلائعيات، الفطريات، والنبات والحيوان. وده النظام المتعارف عليه حاليا في الوسط العالمي. طيب احنا هنبدأ من الممالك من الأقل تطورا لحد أكثر الممالك تطورا، وهي مملكة الحيوان. يبقى أقل ممالك اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هي أول مملكة البدائيات ومملكة الطلائعيات. هنعلى شوية في الفطريات، هنعلى أكتر في النبات. أعلى حاجة عندنا في التطور هو إيه؟ مملكة الحيوان. طيب في بعض الكائنات هنلاقيها مش موجودة في تصنيف بيتكر هو كمان، ليه؟ لأن الكائنات دي وجدوا إن هي بتجمع صفات من الكائنات الحية والحاجات غير الحية، فزي بقت حلقة وصل ما بين الكائنات الحية والحاجات غير الحية. فهو بيتكر بدأ من الكائنات الحية، فهو الحاجات دي لا إن هي تعتبر حلقة وصل ما بين الحي وغير الحي، اللي هما مين؟ الفيروسات والفيريودات والبريونات. الفيروسات هي لما انا اسيبها كده في الطبيعه مش لاقي خلايا حيه، هي كانها زي كريستالز بتاع املاح، بلورات كده من الكريستال. مجرد ما بتلاقي خليه حيه بتقدر بقى، هي جواها ماده وراثيه، تقدر بقى تقدر تتكاثر، لكن طول ما هي مش لاقيه كائن حي فهي كانها زي الحاجات الغير حيه. عشان كده فيتكر ما حطهاش في التصنيف بتاعه. يبقى الفيروسات والفيريودات والبريودات ديت كائنات ليست كائنات حيه كامله، ليست غير حية كاملة، لأن هم فيهم بعض الحاجات من الكائنات الحية، مثلا زي الفيروسات فيها مادة وراثية ممكن تتكاثر، بس لو لقيت خلية حية تقدر تتكاثر داخلها. هنبدأ نتكلم على أول مملكة عندنا، وبقول لكم دي أبسط مملكة. إيه المملكة دي؟ هي بنلاقي إن الكائنات فيها يا إما تعيش مفردة، يعني كل كائن لوحده، أو في مستعمرات، يعني مجموعة من الكائنات عايشة مع بعض. الكائنات دي كلها يا ولاد كائنات وحيدة الخلية. عندي في مملكة البدائيات كائنات عديدة الخلية لها جسمها بيتكون من هي واحدة، وكلها تضم البكتيريا. يعني أبسط الكائنات حية اللي هي داخل مملكة البدائيات هي البكتيريا بأنواعها المختلفة اللي لسه هنتكلم عليها. يبقى أول حاجة بنلاقيها ممكن تعيش مفردة أو في مستعمرات. جدارها الخلوي، فاكرين لما كنا بنتكلم على الخلية النباتية كنا بنقول الجدار الخلوي من مادة السيلولوز،
هي ولا جدارها فيه سيلولوز ولا جدارها فيه بكتير، جدارها أبسط من كده، هو مكون من مواد كربوهيدراتية أبسط من كده في التركيب. عنده في كتير من العضيات مش موجودة، يعني ما عندهمش ميتوكوندريا، ما عندهمش جهاز جولجي، ما عندهمش شبكة اندوبلازمية، ما عندهمش بلاستيدات. أمال عندهم إيه؟ عندهم ريبوسومات. إيه كمان؟ ما عندهمش نواة محددة، يعني ما بلاقيش النواة محددة. أمال بلاقي إيه؟ بلاقي المادة الوراثية موجودة مباشرة في السيتوبلازم وما بيحيطش بيها غشاء نووي. يعني لو أنا تخيلت البكتيريا كده هوت، يا دوبك ألاقي المادة الوراثية اللي هو الدي إن إيه موجودة مباشرة في السيتوبلازم وما بيحيطش بيه أي إيه؟ أي جدار. فالنواة ما فيش نواة محددة، المادة الوراثية موجودة لي على طول مباشرة في السيتوبلازم. ما فيش، أغلبية العضيات مش موجودة، يا دوبك ما بلاقيش إلا الريبوسومات هي اللي موجودة عندي فين؟ في السيتوبلازم. بيبقى عندهم جدار خلوي، بس الجدار الخلوي مش تركيبه زي الجدار الخلوي المعتاد بتاع النبات ان فيه سلولوز او بكتين. يبقى دي الخصائص بتاعة مملكة البدائيات. اول حاجة هي كائنات وحيدة الخلية، تعيش مفردة او في مستعمرات، جدارها الخلوي مفهوش ولا سلولوز ولا بكتين، مفيهاش عضيات كتيرة زي الميتوكوندريا وجهاز جولجي والشبكة الاندوبلازمية والبلاستيدات، ما فيهاش نواة محددة. ما فبنلاقي مادتها الوراثية موجودة مباشرة في السيتوبلازم وما فيهاش غشاء نووي، فعشان كده بيسموها الكائنات دي أوليات النواة. يبقى يوم يسألني على كائنات أوليات النواة أعرف على طول إن هو بيتكلم على مين؟ مملكة البدائيات. يبقى الكائنات دي بنطلق عليها كائنات إيه؟ أوليات النواة. بنصنفها لإيه؟ عندنا مجموعتين أساسيين. البدائيات زي ما بقول لكم هي كلها بتضم بكتيريا، فعندي أول مجموعة هي البكتيريا القديمة. البكتيريا القديمة دي هي اللي بيميزها إنها بيئات ظروفها قاسية جدا، يعني تقدر تعيش في مياه حارة شديدة الحرارة، تقدر تعيش في بيئة ما فيهاش أكسجين، تقدر تعيش في بيئة، خدوا بالكم كل الكائنات الحية بتتنفس وبتحتاج الأكسجين، لا هي ممكن تقدر تتكيف ظروفها وتعيش تتنفس تنفس لا هوائي من غير الأكسجين. تقدر تعيش في بيئات عالية الملوحة، يعني مية مالحة جدا. الملوحة خدوا بالكم كائنات حية كتير ما تقدرش تستحملهم. طب بتختلف عن البكتيريا الحقيقية اللي هي تعتبر أكثر تطورا منها شوية في إيه؟ في تركيب الغشاء الخلوي والجدار الخلوي. يبقى البكتيريا القديمة دي هي ايه اللي بيميزها؟ بتعيش في ظروف صعبة، ينابيع مية حارة، بيئة ما فيهاش اكسجين، بيئة فيها ملوحة عالية. طيب ايه الاختلاف من ناحية التركيب بينها وما بين البكتيريا الحقيقية؟ هنلاقي ان تختلف في تركيب الغشاء الخلوي والجدار الخلوي. يبقى الجدار الخلوي والغشاء الخلوي مختلفين في البكتيريا القديمة عن البكتيريا الايه؟ الحقيقية. ادي صورة كده لبعض الايه؟ بعض الكائنات البكتيريا. نيجي بقى نتكلم على تاني قسم بالنسبة لمملكة البدائيات، وهي البكتيريا الحقيقية. البكتيريا الحقيقية دي هي الأكثر موجودة حوالينا في كل مكان في الأرض، احنا مش شايفينها يا أولاد لأن هي متناهية الصغر، هي أصغر الكائنات الحية. فهي موجودة حوالينا في الهواء، على الأرض، في اليابس، في المية، كل حتة حوالينا فيها بكتيريا بس احنا مش شايفينها. طب بالنسبة للتغذية بتاعتها، في منها ذات التغذية. يعني ايه ذات التغذية؟ يعني يستطيع صنع غذائه بنفسه زي فكرة النبات كده هو. زي مين مثلا؟ زي عندنا البكتيريا الخضراء المزرقة، ومن أمثلتها النوستوك. النوستوك ده اللي في الصورة عندنا، شايفين لونه ايه؟ لونه مخضر اهو، فبيقدر يعمل عملية بناء ضوئي ويصنع غذائه بايه؟ بنفسه. يبقى احنا عندنا في كائنات ذاتية التغذية زي البكتيريا الخضراء المزرقة زي النوستوك كده، الكائن ده هو بيقدر يصنع غذائه بنفسه، فعشان كده بنقول عليه ذاتي التغذية. طيب هل كل البكتيريا ذاتية التغذية؟ لا، في نوع تاني غير ذاتي التغذية. زي البكتيريا مثلا بتسبب لنا أمراض، دي غير ذاتية التغذية. في منها متطفل وفي منها مترمم، زي البكتيريا بتاعت الزبادي. الزبادي اللي بيصنع، بنجيب اللبن وبنعمل منه زبادي، ايه اللي عمل لنا الزبادي ده؟ هو دي نوع من أنواع البكتيريا، هي اللي عملت الزبادي. فمنها في نافع على فكرة وفي ضار كمان. ففي نافع اللي هو زي مثلا اللي موجود في بيدخل في صناعة الزبادي، وفي منها اللي ضار زي اللي بيسبب بعض الأمراض، يعني التهاب الحلق ده بيسببه نوع من أنواع البكتيريا. طول ما هي ما صنعتش غذائها بنفسها بنقول عليها إيه؟ غير ذاتية التغذية. ففي منها نوع غير ذاتي التغذية، ممكن نلاقيه متطفل أو ممكن نلاقيه مترمم. طيب بتتكاثر إزاي البكتيريا؟ وزي ما درسته قبل كده هوت، لو تتذكروا في الصف الثالث الإعدادي درست التكاثر. البكتيريا من الكائنات التي تتكاثر لا جنسيا عن طريق الايه؟ الانشطار الثنائي. يعني تبقى عندي بكتيريا وبتنقسم ميتوزيا ايه؟
ديني خليتين وداد، فهي بتقدر تتكسر ايه لا جنسيا بالانشطار السنوي. طب شكلها ايه بقى البكتيريا؟ ليها اكتر من شكل، فممكن نلاقي شكلها كروي زي الصورة دي، ممكن نلاقي شكلها عصوي عاملة زي عصاية صغيرة في الصورة دي، ممكن نلاقي شكلها حلزوني، فليها اكتر من شكل. يبقى تاني اول حاجة موجودة فين، عايشة فين البكتيريا الحقيقية؟ في كل مكان في الارض، في الهواء، في المية، في اليابس. طيب بتتغذى ازاي؟ في منها اللي ذات التغذية بيصنع غذاء بنفسه زي البكتيريا الخضراء المزرقة اللي بيدخل تحتيها النستق. طيب في انواع تانية بنقول عليها غير ذاتية التغذية، زي ايه؟ زي البكتيريا اللي قلت لكم ممكن تكون متطفلة مثلا اللي بتسبب التهاب الحلق، ممكن تكون مترممة زي بكتيريا الزبادي. طيب ممكن تتكاثر بكتيريا لا جنسيا عن طريق الايه الانشطار الثنائي. ايه اشكالها؟ عندنا القروي وعندنا العصوي وعندنا الايه وعندنا الحلزوني. ايه اللي فرق البكتيريا الحقيقيه عن البكتيريا القديمه اللي كنا بنتكلم عنها؟ تركيب الغشاء البلازمي والجدار الايه والجدار الخلوي. دي اول مملكه عندي، وهي مملكه البدائيات، مملكه كلها كائنات وحده الخليه كلها بكتيريا بنوعينها المختلفين اللي هي البكتيريا القديمه والبكتيريا الايه الحقيقيه. تاني مملكة عندي وهي مملكة الطلائعيات، هي برضو المرة دي بقى عينا شوية، لا بقت كائنات حقيقية النواة. هناك كانت أوليات النواة، لا هنا بقى عندها نواة عادية تمام زي اللي موجودة في الخلية النباتية والحيوانية، ولكنها تركيبها مش معقد قوي، مفهوش حاجات كتيرة، أقل تعقيدا من الخلية النباتية والحيوانية. في بعض منها بنلاقي عنده جدار خلوي، يعني مش كلها عندها جدار خلوي، في البعض بيبقى عنده جدار خلوي وفي البعض ما بيبقاش عنده. في بعض منها كمان بنلاقي عنده بلاستيدات خضراء. يبقى احنا دلوقتي في بنلاقي ان هي اول حاجه اللي ميزها عن مملكه البدائيات بدات تبقى حقيقيه النواه. طيب ما زلنا برضو الطلاعيات كلها كائنات وحده الخليه، هنلاقي ان هي تختلف عن النباتات والحيوانات. ايه الخلايا النباتيه والخلايا؟ ان هي مش معقده قوي، يعني طب ما كنت حطيتها بقى في النبات، لأ هي مش معقده قوي زي النبات والحيوان. طيب في بعضها بيبقى عنده جدار خلوي، وفي بعضها بنلاقي ان عنده بلاستيدات خضراء، يعني يشبه شويه الخليه الايه النباتيه. طيب في عندنا كذا شعبه بقى موجوده داخل الطلائعيات. اول شعبه هي شعبه الاوليات الحيوانيه. شعبة الأوليات الحيوانية دي حيوانات مجهرية وحدة الخلية، بتعيش بالمية العذبة والمية المالحة والأراضي الرطبة، يعني كلها عايزة مية، عايزة حاجة فيها سائل فيها مية. يبقى احنا شعبة الأوليات دي هي تعيش مية عذبة مية مالحة أراضي رطبة، بنلاقيها يا إما تعيش مفردة أو في مستعمرات برضو زي نفس فكرة البكتيريا كده. بعضها حر المعيشة. يعني ايه حر المعيشة؟ يعني هو مش بيسبب، مش بيتطفل على حد وبيسبب لحد الامراض، فبنقول عليه حر للمعيشه. وفي بعض الاخر لا، بيدور على نبات، بيدور على حيوان يتطفل عليه ويجيب له الامراض. يبقى في بعضها حر مش هيجيب امراض، وفي بعضها التاني هيبقى متطفل على نبات او حيوان ويجيب له مرض. وهي بتتكاثر جنسيا ولا جنسيا. يبقى هي بالنسبه للتكاثر عندها تكاثر جنسي ولا جنسي. بالنسبة احنا كده كل ده كلامنا عن شعبة الأوليات الحيوانية، يعني احنا نمسك الشعب، كل شعبة هنا المرة دي هنتكلم على الخصائص بتاعتها. هي حيوانات مجهرية وحدة الخلية، تعيش بالمياه العذبة والمالحة، تعيش مفردة أو في مستعمرات، في بعضها حر في المعيشة، يعني مش بيتطفل على كائن حي، لا هو بيدور على غذاء وبيحصل عليه بنفسه، وفي بعضها بيتطفل على النباتات أو الحيوانات وبيجيب لها أمراض. في بعضها بتتكاثر جنسيا وفي بعضها بتتكاثر لا جنسيا، يعني ممكن تتكاثر جنسيا ولا جنسيا. عندنا منها اربع طوائف يا اولاد، هنقسمها بناء على ايه؟ على وسيلة الحركة. انا هقسم الطوائف، يعني عشان كده سموها شعبة اوليات حيوانية، عشان بتقدر تتحرك، يعني هي كائنات صحيح وحيدة الخلية ولكنها تستطيع الحركة، وهنشوف كل واحد بيتحرك ازاي. عندنا فيها اربع طوائف. اول طائفة هي طائفة اللحميات، زي مين يا اولاد؟ زي الاميبا اللي احنا شايفينها هنا في الصوره دي. طبعا صوره كده زي رسمه للاميبا، ودي صوره الاميبا الحقيقيه تحت المجهر. طيب هتلاقوا فيه زي امتدادات طالعه من جسم الاميبا كده،
دي بيسموها الأقدام الكاذبة، هي دي اللي بتساعدها على الحركة. تقعد تمدها لقدام كده، تطلع الجزء ده وترجعه، تطلع الجزء ده وترجعه، فبيساعدها دوت على الحركة بتاعتها. يبقى هي بتستطيع تتحرك عن طريق الامتدادات المؤقتة اللي في جسمها اللي بيسموها الأقدام الكاذبة، يعني الجزء اللي بيمتد ده يرجع لورا وبعدين يطلع له، يرجع بحيث ان هي يساعدها على الحركة. طيب دي أول حاجة اللي هي طائفة اللحميات. بعد كده عندنا طائفة الهدبيات. الهدبيات دي هي زي البراميسيوم، لو تبصوا في شعر صغير حواليها بيسموه أهداب، تحيط بجسمها الأهداب دي، بتقعد تتحرك كده وبتساعدها على الحركة. دي صورتها برضو الحقيقية تحت الإيه، تحت يعني احنا يبقى احنا عندنا البراميسيوم دوت في شعبة الهدبيات، عندها أهداب صغننة، شعر صغنن محيط بيها، بيساعدها على إن هي تقدر تتحرك داخل المية. خدوا بالكم دول بيعيشوا في المية. الأميبا في منها نوع بيعيش حر ما بيعملش أي أمراض، وفي الأنتاميبا نوع تاني ممكن يسبب إيه بعض الأمراض، بيروح في الجهاز الهضمي وبيعمل مشكلة في بعض الأمراض. لكن الأميبا نفسها العادية، في أميبا تانية ما بتعملش، بتبقى حرة عايشة في البراميسيو، ما بيعملش أي أمراض، بيعيش عادي في المية وبيتحرك عن طريق الأهداف. عندنا النوع التالت بقى صوتية، اللي هو الترابونوسوما اللي احنا في الصورة الأخيرة دي. هتلاحظوا إن عندها صوت زي شعراية طويلة كده موجودة في آخر جسمها، بتتحرك، بتبتدي تخبط الشعراية ديت في المية وتبتدي تتحرك. تربونوسوما ده هو، لا ديت متطفلة، تطفل على الإنسان وتجيب له مرض اللي هو مرض النوم. طيب هو ازاي بتقل الإنسان؟ وتيجي ذبابة اسمها ذبابة التيسي تيسي، ذبابة التيسي تيسي بتاخد التربونوسوما ده هي وبتروح تقدر تنقلها، وقفت على الانسان مثلا بدات تقرصه، تنقل له ايه الترابنوسوما وتسبب له مرض النوم. مرض النوم على فكره مرض خطير، كانه دخل في غيبوبه وممكن تؤدي للوفاه لو ما قدرش يتعالج منه. دوت بالنسبه لتالت طائفه وهي طائفه الصوتيات. عندنا بعد كده طائفه الجرثوميات، دي بتتحرك، طائفه في فجوات الطوائف بتاعه الوليات الحيوانيه اللي ما بتتحرك، بتطلع اطوار اسمها جراثيم، بتدخل تتطفل على جسم الانسان زي البلازميديوم اللي هيجيب له مرض الملاريا. طب مين اللي هينقل مرض الملاريا؟ دايما بنلاقي عائل وسيط بينقل للانسان، كائنات صغيره دي هي اللي هينقل الملاريا دهوت للانسان. بعوضه اسمها بعوضه، بتروح برضو تقرص الانسان، بعوضه اللي هي زي الناموس كده، تقرص الانسان وتبتدي تنقل له مرض اللي هو البلازميديوم دهوت اللي بيجيب له مرض الملاريا، اللي بيبقى فيه سخونه ورعشه وليه اعراض كده هوت. وكان مرض الملاريا خطير، حاليا بيقدروا يلاقوا ليه علاج. يعني يبقى أنا عندي كام طائفة؟ عندي أربع طائفة، طائفة اللحميات والهدبيات والصوتيات والجرثوميات. اللحميات زي مين؟ الأميبا، هتتحرك إزاي؟ بالامتدادات بتاعت جسمها اللي هي الأقدام الكاذبة. الهدبيات زي مين؟ زي البراميسيوم، ده هيتحرك إزاي؟ عن طريق الأهداب اللي بتحيط بجسمه. طيب الطائفة التالتة الصوتيات، خدوا بالكم هي اسمها بيدل عليها شوية، الصوتيات زي الترابنوسوما تتحرك بإيه؟ بصوت، دي بتتطفل على الانسان وتجيب له مرض الايه النوم. عندنا الجرثوميات ما عندهاش وسيله للحركه، هتطلع لي اطوار اسمها جراثيم، هتتطفل على الانسان زي البلازميديوم، البلازميديوم ده هيجيب للانسان مرض الملاريا اللي بينقله بعوضه الانوفيس، واللي بينقل مرض النوم للانسان ذبابه ايه، ذبابه التيسي تيسي. دي اول ايه، اول شعبه. طب لو جالي اي واحد ده فيهم كده وقال لي صنفها، صنفها ازاي؟ يعني مثلا قال لي مثلا صنف الاميبا، صنف الاميبا، الاميبا دي مملكه ايه؟ نيجي التصنيف نبدا من الكبير للصغير، عندي دي مملكه ايه؟ البدائيه. طيب بعد المملكه دي طائفه ايه؟ الطائفه الاول لا الشعبه، شعبه ايه؟ حيوانيه. وبعد كده يقول لي الطائفه، طائفه ايه؟ لحميات. يبقى لما يجي يطلب مني تصنيف الاميبا مثلا ابتدي كده اقول له مملكه البدائيات، الشعب الاوليات الحيوانيه، الطائفه اللحميات. مثلا نفس الطريقه البراميسيوم، بدائيات اوليات حيوانيه، بس الطائفه عندي هتبقى الهدبيات، وهكذا الترابنوسوما. تمام. طيب لما كان مثلا لو قال لي مثلا النوستوك بتاع البكتيريا اقول له ايه ساعتها؟ كنا هنقول له مملكه ايه؟ مملكه البدائيات، شعبه ايه؟ البكتيريا الحقيقيه. تمام. المثال عندي النوستوك اللي هي نوع من انواع البكتيريا الخضراء الايه المزرق. طيب دي كده خلصنا اول شعبه. تاني شعبه عندنا شعبه اليوجلينيات، برضو كائنات وحيدة الخليه، برضو بتعيش في الميه، ممكن تعيش في الميه المالحه او العذبه، واكثر انتشارا في الميه العذبه.
الشعبة دي بتضم مين؟ بتضم كائن واحد بس اللي هو اليوجلينا اللي احنا قدامنا في الصورة. اليوجلينا عندها استدات خضراء بتقوم في عملية البناء الضوئي وبتتحرك بالأصوات. يبقى هي عندها صوت، هي شبه مين كده؟ هو اللي كان عنده صوت بيتحرك بيه، ترابونوسوما. طب انا عايز اسالكم سؤال ويا ريت تردوا عليا، اليوجلينا دي واليوجلينيات ما عندها صوت كده زي الصوتيات الترابونوسوما، طب هو احنا ليه ما خليناهاش جوه طائفة الصوتيات وخلاص؟ ما هي عندها صوت وبتتحرك بصوت زي فكرة الايه الترابونوسوما. فكروا كده معايا، ايه اللي خلينا لها شعبة مخصوص لوحديها؟ هي اختلفت قوي كده ليه ما خلينا لها شعبة لوحديها؟ انا منتظرة اجابتكم كده. نفكر في السؤال، هو انا ليه يوجلين شبه شعبة الصوتيات بالرغم ان هي عندها صوت بتتحرك بيه، ليه خليتها لوحديها شعبة لوحديها بدل طائفة الصوتيات؟ ليه بقى يا ترى؟ هي بس عندها الصوت؟ هي لو كان عندها صوت بس وبقية الصفات زي الصوتيات كنا دخلنا، لكن هي لا، فيها حاجة مميزة قوي، دي عندها بلاستيدات خضراء. هي البلاستيدات الخضراء كانت موجودة عندي في شعبة الصوتيات؟ لا، ده هي عشان حتة عندها بلاستيدات خضراء رغم ان في صفات تانية تجمع مع الصوتيات ولكنها تستطيع عملية البناء الضوئي، فدخلوها في شعبة لوحدها. يبقى ليه خليناها في شعبه لوحديها؟ لان هي وجدوا ان هي عندها بلاستيدات خضراء فتقدر تعمل بناء ضوئي. طبعا دي صوره، الصوره ايه بتوضح؟ ماشي، بيبقى عندها بقع عينيه هنا اهوت، عندها صوت بتستطيع ان هي تتحرك، وعندها ايه، بيبقى ليه شعبه اليوجلينيات بالرغم ان هي عندها صوت بتتحرك بيه، ولكن احنا خليناها في شعبه منفصله ما خليناهاش في الصوتيات عشان خاطر ايه يا اولاد؟ عشان خاطر حته ان هي عندها ايه، حته البلاستيدات الخضراء، هي بتقدر تعمل بناء ضوئي، فبقى حاجه مميزه، فحطيناها في شعبه ايه مختلفه. نشوف اللي بعد كده اهو، الشعبة اللي بعد كده اهو، عندنا شعبة الطحالب الذهبية. عندنا هنا شعبتين من شعب الطحالب موجودة عندنا. خدوا بالكم، الطحالب تستطيع هي كمان عندها بلاستيدات وتستطيع القيام بعملية البناء الضوئي. طيب هنلاقي في شعبة الطحالب الذهبية عندها جدار شبه زجاجي يحتوي على مادة السيليكا. لو بصيتوا على صورتهم كده تحسوا انه عاملين زي حتة ازاز، معظمها وحيدة الخلية، اغلبيتها وحيدة الخلية. اسمها ايه بقى؟ اسمها الدياتومات. طيب ايه فايدتها؟ هي مصدر غذاء مياه الحيوانات البحرية. يبقى الحيوانات البحرية والاسماك بيحبوا يتغذوا عليها. يبقى احنا عندنا شعبة الطحالب الذهبية. شعبة الطحالب الذهبية دي تحس ان هي عاملة زي قطع الزجاج كده، ليه بقى يا ترى؟ عشان هي بتحتوي على مادة السيليكا، اغلبها برضو وحيدة الخلية. بدأ بقى يظهر عندنا بعض الحاجات اهوت في اخر مملكة الطلائعيات، ممكن يكون في بعض الحاجات ايه مش وحيدة الخلية، بس هي الغالبية العظمى وحيدة الخلية. نسميهم ايه؟ بنسميهم الدياتومات. بيعتبروا ايه الأهمية الاقتصادية بتاعتهم؟ ان هم مصدر للغذاء، بالنسبة للأسماك والحيوانات البحرية. وصورتهم هي تعدل في الصورة هنا. طيب النوع التاني عندنا يا ولاد شعبة الطحالب النارية. ديت بتمثل جزء كبير من الهائمات النباتية. الهائمات النباتية اللي بتعيش على سطح المية كده هوت في البحار والمحيطات. ناخد بالنا، طحالب دايما بيبقى عندها بلاستيدات وتقدر تعمل بناء ضوئي، وهي عندها لون أحمر عشان عندها صبغ أحمر بجانب صبغ الكلوروفيل. يبقى هي عندها بلاستيدات فيها صبغ الكلوروفيل بس عندها كمان صبغ تاني لونه أحمر، فهي زي اللي عندنا في الصورة. هي المرة دي عندها الطحالب دي ثنائية الأصوات، زي ما انتوا شايفين صوت من هنا وصوت من هنا. يبقى الطحالب دي عندها مش صوت واحد، عندها صوتين بتتحرك بيهم. والطحالب الثنائية الأصوات دي تمثل أكبر مجموعة في شعبة الطحالب النارية، والأفراد بتاعها زي ما بقول لكم بتتحرك عن طريق صوتين. أحيانا لما بتبقى كميتها كبيرة كده والمية دافية، اللي بيحصل بلاقي كأن البحر بنقول فيه مادة أحمر، في لون أحمر كده بيظهر عندي على سطح الإيه، على سطح المية. يبقى انا عندي الشعبتين التانيين. احنا قلنا اول حاجه شعبه اوليات الحيوانيه اللي كان كلهم كائنات وحيده الخليه عايشه في الميه العذبه او المالحه، كان فيهم اربع طوائف اللي هم كانوا طائفه اللحميات وطائفه الهدبيات وطائفه الصوتيات وطائفه الجرثوميات. بعد كده كان عندنا شعبه اليوجلينيات اللي كان فيها اليوجلينا. بعد كده عندنا شعبة الطحالب الذهبية اللي شبه الزجاج فيها مادة السيليكا وأغلبها وحيدة الخلية زي الدايتومات وتعتبر مصدر مهم للغذاء للأسماك والحيوان. آخر شعبة عندنا هي شعبة الطحالب النارية اللي بتشكل هذه الطحالب جزء كبير من الهائمات البحار والمحيطات، وعندها لون أحمر عشان كده سميناها نارية، عاملة زي لون النار كده عشان عندها صبغة أحمر بجانب صبغة الكلوروفيل.
والطحالب دي هي من أمثلة طحالب ثنائية الأصوات، ودي أكتر مجموعة موجودة فين؟ في أفراد الطحالب النارية. تمام، برضو نفس الطريقة، لو هو مثلا قال لي صنفي الطحالب ثنائية الأصوات، هبتدي أقول له إيه؟ مملكة الطلائعيات. المرة دي عندي الشعبة الطحالب الناري، الدياتومات هقول له مملكة الطلائعيات، ولكن شعبة الطحالب الايه الذهبي. احنا خلصنا المملكتين اللي عندنا، نحل عليهم. اول حاجة عندي جايب لي مجموعة من الصور من اللي احنا لسه الحاجات اللي احنا شايفينها، ابتدي ابص كده على الصور. ماشي، هو بيقول لي ايه بقى؟ عايز الشعبة والطائفة لكل الكائنات دي، فانا لازم افتكرهم عشان اشوف الشعبة والطائفة. طبعا لو انا عندي شعبة بس وما عنديش طائفة هتلاقي اكتب. فهنا اول واحدة دي عندنا اليوم، دي الاميبا. التالتة دي البراميس، الرابعة دي الترابنوسوم. هبتدي اشوف الاميبا، قصدي اليوجلينا، هي في شعبة الايه اليوجلينيات. طيب هل ليها طائفة احنا واخدينها؟ لا، فاكتفي ان انا اكتب الشعبة. طيب نيجي نشوف رقم باء، الاميبا دي شعبة ايه؟ الاوليات حيوانية. طيب والطائفة عندي ايه؟ اللحميات. نيجي نشوف البراميسيوم ده شعبة ايه؟ برضو الاوليات الحيوانيه. طيب والطائفه بتاعته ايه؟ القطبيات. طيب رقم د ده مين؟ الترابنوسوما، ده برضو الاوليات الحيوانيه. طب ولكن بقى الطائفه عندنا مين؟ ها، عنده صوت، الصوتيات. طيب عايز نشوف وسيله الحركه وكل كائن من الكائنات دي، نمسك واحد واحد. اول حاجة عندي اليوجلينا بتتحرك بايه؟ الصوت، يبقى وسيلة الحركة هنا الصوت. طب والاميبا، الامتدادات بتاعت جسمها اللي هي الاقدام الجاذبة. طيب عندنا البراميسيوم بيتحرك بالشعر الصغير اللي هو الاهداب. طيب عندنا الترابنوسوما بتتحرك برضو بالصوت، زيها زي مين؟ زي اليوجلين. طيب نشوف الأسئلة اللي بعد كده. هو السؤال الأول بيقول لي إيه؟ أي من الآتي يعتبر من خصائص الكائنات الحية المنتمية إلى مملكة البدائيات؟ نقرأ كده ونشوف. تعتبر معظم هذه الكائنات الحية كبيرة ومتعددة الخلايا، تحتوي خلايا هذه الكائنات الحية على جدار خلوي سيلولوزي، تتكاثر هذه الكائنات الحية جنسيا فقط، لا تحتوي خلايا هذه الكائنات الحية على نواة محاطة بغشاء. هيا ولاد، ايه رأيكم؟ كده منتظرة اجابتكم. ايه الاجابة الصحيحة هنا؟ الف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ ها، بالنسبة لمملكة البدائيات، مملكة اتكلمنا عن ايه اهم خاصية، يعني كل الخصائص دي ما بتتميزش بيها ما عدا خاصية واحدة، اللي هي ايه يا ترى؟ يعني كل الخصائص خطأ ما عدا خاصية واحدة هي اللي صحيحة، ايه هي الخاصية الصحيحة اللي عندي؟ نشوف تاني، نفكر. طيب نمسك خاصيه خاصيه كده ونشوف دي فعلا فيها ولا لا. احنا طبعا قلت لكم المملكه دي كلها كائنات واحده الخلايا، فبيقول لي معظمها كبيره متعدده الخلايا. لا طبعا، خلاياها فيها جدار خلوي سيلولوزي. لا، ده احنا كنا اصلا قلنا من ضمن مميزاتها ان هي الجدار الخلوي بتاعها ما بيحتويش ولا على سيلولوز ولا على بكتين. طيب تتكاثر جنسيا، لا ده احنا كنا بنقول لا جنسيا عن طريق الانشطار الثنائي. لا تحتوي خلايا هذه الكائنات على نواه محاطه بغشاء، ايوه بالظبط، عشان كده سميناها اوليات. اللي بعد السؤال اللي بعده يقول لي ايه؟ اكتشف كائن وحيد الخليه، تكيف هذا الكائن على العيش في ينابيع المياه الساخنه ذات درجه الحراره المرتفعه جدا ومستويات الرقم الهيدروجينيه المنخفضه. اي مملكه؟ البكتيريا القديمة أم البكتيريا الحقيقية ينتمي هذا الكائن على الأرجح؟ مين في البكتيريا اللي قلنا إن هي بتستطيع الظروف العيش في ظروف قاسية وصعبة؟ يعني قلنا ممكن نقص أكسجين، قلنا ممكن درجة حرارة عالية، قلنا اللي بتعيش في الينابيع الساخنة ملوحة عالية، مين يا ترى اللي قلنا عليها الصفات ديت يا ولادة؟ برافو، تمام، اللي هي طبعا مين؟ البكتيريا القديمة. السؤال اللي بعده بيقول لي الكائنات التي تنتمي إلى جنس النستوك تعد أمثلة بكتيريا حقيقية الموضحة في الصورة. يبقى أنا عندنا في الصورة دي مثال على النستوك. أي من الآتي ينطبق على تغذية البكتيريا الحقيقية؟ خد بالي هو بيستني على البكتيريا الحقيقية كلها وليس النستوك فقط، بيقول لي بصفة عامة بقى البكتيريا كلها التغذية بتاعتها إيه؟ غير ذاتية أو غير ذاتية؟ طفيلية. معناها إن إحنا عندنا البكتيريا الحقيقية في من بعضها
زيت التغذية زي مين؟ زي البكتيريا الخضراء المزروقة لينا من أمثلتها النستق. طب وفي أنواع تانية غير ذاتية؟ تمام، لو قلت لكم ممكن تكون متطفلة أو مترممة، فتبقى الإجابة عندي إيه؟ ب، إن هي ممكن في منها ذاتي ومنها غير ذاتي. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ما أكثر طرق التكاثر شيوعا في الكائنات التي تنتمي إلى مملكتي البكتيريا القديمة والبكتيريا الحقيقية اللي هما تبع مين؟ البدائيات. احنا قلنا بيتكاثروا ازاي، قلنا لا جنسية. طب بيتكاثروا بايه؟ الانشطار الثنائي، الانقسام الميوزي، انتاج الجراثيم، الانقسام الميتوزي. ها اسم نوع التكاثر بتاعهم ايه؟ ها يا ولاد، ايه نوع التكاثر بالنسبة لبكتيريا اللي هي مملكة البدائيات؟ كنا بنقول ايه نوع التكاثر اللي هي بتتكاثر بيه؟ ها، ايه نوع التكاثر اللي بتتكاثر بيه؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ ها أيوة، برافو. هنلاقيهم بيتكاثروا بإيه؟ بيتكاثروا بالانشطار الثنائي. يبقى احنا عندنا طريقة التكاثر بتاعتهم هي الانشطار الثنائي، ده نوع من أنواع التكاثر اللي إيه؟ اللا جنسي. طيب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي إيه أي من الآتي يعد أحد الاختلافات ما بين البكتيريا الحقيقية والبكتيريا القديمة؟ احنا قلنا ايه الحاجة المميزة اللي هتفرق للبكتيريا الحقيقية عن البكتيريا القديمة؟ هل يا ترى يختلف تركيب الجدر الخلوية في كل منهما؟ يحتويان على ترتيبات مختلفة من الوضعيات المحاطة بغشاء؟ تختلف تراكيب أغشيتهما النووية اختلافا كبيرا؟ عدد الخلايا لكل كائن حي أكبر في البكتيريا الحقيقية منه في البكتيريا القديمة؟ فاكرين في آخر البكتيريا القديمة قلنا ايه أهم حاجة بتميزها عن البكتيريا الحقيقية؟ إن هي بتختلف في تركيب إيه؟ الجدار الخلوي والغشاء البلازمي. فهم هيختلفوا في إيه؟ هيبقى الإجابة عندي أه تمام، ألف تختلف تركيب الجدار الخلوية في كل منهم، يبقى الاختلاف عندي هيبقى في الجدار الإيه؟ الخلوي. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي تنقسم مملكة الطلائعيات إلى شعب متعددة، أي العبارات الآتية تصف الكائنية التي تنتمي اليوجلينيات؟ يبقى هو بيسألني على أنهي شعبة من الشعب بتاع الطلائعيات على اليوجلينيات. طيب هل يا ترى هي كائنات حية وحيدة الخلية تعيش في المياه العذبة أو المالحة ويحتوي معظمها على البلاستيدات الخضراء لقيام بالبناء الضوئي؟ هل هي كائنات حية تتحرك بواسطة الأهداب وغالبا تفترس الطلائعيات الأصغر؟ هل هي كائنات حية تكون في معظم الأحيان طحالب وحيدة الخلية وتحتوي خلايا غالبا على البلاستيدات الخضراء ويحتوي جدارها الخلوي على السيليكا؟ هل هي كائنات حية وحيدة الخلية تعيش غالبا في صورة طفيلية في جلود الحيوانات؟ لا، هي طبعا هي مش متطفلة، هي ما عندهاش أهداب، هي مش طحالب، خدوا بالكوا الطحالب اللي آخر شعبتين. هي كائنات حية وحيدة الخلية تعيش في المية، عندها بلاستيدات خضراء بتنبع عبرية البناء الضوئي، وفي نفس الوقت كمان عندها صوت بتتحرك. تبقى الإجابة عندي إيه؟ بعد بيقول لي أي العبارات الآتية تبدأ بالحرف ألف في مخطط فين؟ طب نشوف مخطط فين كده ونشوف إيه ناقص هنا. هو جايب لي هنا شعبة الطحالب النارية وشعبة الطحالب الذهبية، وهنا كاتب لي بقى في الطحالب النارية فيها أنواع عديدة، ده تعتبر أنواع عديدة من العوالق النباتية، غالبا ذات لون بني محمر، عندها ثنائية الأصوات، هنا تتحمل قدر كبير من الضغط زي الديتومات. جايب لي بقى اللي في الوسط اللي بيجمع ما بينهم، إن هي في الغالب كائنات وحيدة الخلية حقيقية النواة لها جدران خلوي. طب نشوف إيه هنا نقدر نضيفه بيتميز ازاي. أول حاجة تخزن مادتها الوراثية بشكل رئيسي في هيئة بلازميدات، لها غشاء خلوي يحتوي على البيبتوجلايكين، تكون غير ذات التغذية فقط، لا هي طبعا هي ذاتية التغذية، الطحالب كلها ذاتية التغذية، لها جدران خلوية تحتوي على سائل. إيه من الحاجات دي إحنا خدناها حاجة مميزة للطحالب الذهبية؟ ها فكر كده، إيه من الحاجات اللي هي إحنا ذكرنا إن هي دي صفة تميز الطحالب الذهبية؟ مش قلنا إن هي شبه قطع الزجاج عشان الجدران فيها إيه؟ فيها سيليكون، فلما يقول لي جدرانها تحتوي على سيليكون، أيوه بالظبط كده، يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ جيم. ده اللي بيميز قوي الطحالب الإيه يا ولاد؟ الطحالب الذهبية. طب السؤال اللي بعده بيقول لي الكائنات الحية التي تنتمي إلى مملكة الطلائعيات هي من حقيقيات النواة. يبقى طلائعيات حقيقيات نواة، لكن ناخد بالنا البدائيات أوليات نواة. أي من الآتي يفسر المقصود بذلك؟ يعني إيه حقيقيات نواة؟ يعني بقول دلوقتي دي طلائعيات حقيقيات، لكن بقول لكم البدائيات أوليات.
تحتوي خلايا الكائن الحي على أغلب مادتها الوراثية في بلازمينات متعددة. تحتوي خلايا الكائن الحي على أغلب مادتها الوراثية في كروموسوم أحادي الحلقة. تحتوي خلايا الكائن الحي على أغلب مادتها الوراثية نواة محاطة بغشاء. لا تحتوي خلايا الكائن الحي على أي مادة وراثية. طبعا لا، لازم يكون في مادة وراثية، أمال هو إزاي كائن حي؟ ولكن ايه اللي يميز الحقيقيه عن الاوليه؟ ايه الخليه بتاعت الحقيقيه والاوليه؟ النواه. النواه هنا، النواه في الحقيقيه لها غشاء نووي، هنا في الاوليات ما عندهاش غشاء نووي، الماده الوراثيه موجوده مباشره في السيتوبلازم. فيبقى ايه اللي يميز الطلائعيات عن اللي هي حقيقيات نواه؟ ان خلايا كان حي مادته الوراثيه موجودة في نواة محاطة بإيه؟ بغشاء. يبقى أنا عندي نواة فيها غشاء وفيها المادة الوراثية داخل الإيه؟ داخل النواة. تبقى الإجابة إيه؟ السؤال اللي بعده بيقول لي تنقسم مملكة الطلائعيات إلى شعب متعددة، أي العبارات الآتية تنطبق على الكائنات الحية التي تنتمي إلى شعب مين؟ الطحالب النارية. طب نشوف إيه الصفة اللي كانت مميزة للطحالب النارية. أول حاجة بيقول لي هي كائنات حية أغلبها طحالب وحدة الخلية، وتحتوي خلاياها في الغالب على بلاستيدات خضراء وجدرانها خلوية تحتوي على السيليكا. هي كائنات حية تتحرك باستخدام الأصوات، وتحتوي خلاياها على صبغات البناء الضوئي، وتصنف جميع الأنواع تقريبا على أنها عوالق نباتية. هي كائنات حية وحدة الخلية وغالبا ما تعيش في الماء أو التربة، يمكنها أن تعيش معيشة طفيلية. هي كائنات حية وحدة الخلية تعيش في المياه العذبة أو المالحة، وتحتوي معظمها على بلاستيدات خضراء للقيام بعمليات بناء الضوئي. أي أكتر حاجة تنطبق عن على شعبة الطحالب النارية؟ فاكرين كنا بنقول إيه؟ هي تعتبر إيه؟ عوالق نباتية، عندها أصوات بتستخدمها في الحركة، لأن أشهر عندها اللي هي الطحالب ثنائية الأصوات. فيها صبغات، فيها صبغ اللي هو الأحمر بالإضافة للصبغ الأخضر بتاع الكلوروفيل عشان تعمل بناء ضوئي، فيبقى أقرب إجابة. لكن اللي فيها سيليكا دي اللي هي الطحالب الإيه؟ الذهبية. كائنات وحيدة وبتعيش في المية أو التربة، ويمكنها أن تعيش معيشة متطفلة. دي أوليات النواة، وحيدة وتعيش في المية وتحتوي دي على بلاستيدات خضراء، دي اليوجرينيات. يبقى هما دول كده كل واحدة بتصف لوحدة من الشعب يا ولاد. فمين اكتر حاجه بتنطبق على شعبه الطحالب الناريه؟ هي ايه؟ رقم ايه؟ رقم ب. سؤال رقم 10 بيقول لي اي القوائم الاتيه تسري الطوائف شعبه اوليات حيوان؟ احنا عارفين ان احنا عندنا اربع طوائف في شعبه الاوليات الحيوانيه، ندور عليهم كده. هل هم الصوتيات والفطريات التزاوجيه والفطريات الزقيه والفطريات البازيديه؟ ان شاء الله الفطريات دي هنتكلم عليها الحصه القادمه. هل هي اللحميات والهدبيات والصوتيات والجرثوميات؟ هل هي الهدبيات والطحالب الحمراء والطحالب الخضراء والوعائيات؟ هل هي الجرثوميات والبكتيريا القديمة والبكتيريا الحقيقية؟ فإيه أربع طوائف اللي كانوا موجود في شعبة الأوليات الحيوانية اللي هي كانت تبع إيه يا ولاد؟ اللي هي كانت تبع مملكة الطلائعيات. أيوة برافو عليكم، كان عندي أربع شعب اللي هم مين بقى؟ اللحميات اللي كان فيها الأميبا، الهدبيات اللي كان فيها البراميسيوم، الصوتيات اللي كان فيها الترابونوسوما، والجرثوميات اللي فيها البلازميديوم. الصوتيات والجرثوميات الاتنين دول بيسببوا امراض، ترابونوسوما بيجيب مرض النوم، والجرثوميات البلازميديوم بيجيب مرض الايه؟ الملاريا. يبقى دول الاربع طوائف اللي كانوا موجودين عندي في شعبه الايه؟ شعبه اوليه. احنا النهارده نجمع كده، احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على اول مملكتين عندي من الخمس ممالك. بيتكر قسمني خمس ممالك: بدائيات، طلائعيات، فطريات، مملكة نباتية، ومملكة حيوانية. أول حاجة اتكلمنا عنهم البدائيات، وهي كائنات وحيدة الخلية. الكائنات دي بسيطة قوي، ما عندهاش نواة محددة، أغلبية العضيات مش موجودة فيها، وعندي كان فيها شعبتين: البكتيريا القديمة والبكتيريا الحقيقية. طيب وبعد كده هو اتكلمنا على الطلائعيات، بدأ يبقى عندي نواة حقيقية، ولكنهم في تركيبهم أبسط من النبات والحيوان. فيهم أربع شعب: شعبة الأوليات الحيوانية اللي لسه قايلين عليهم فيهم أربع طوائف: لحميات والهدبيات والصوتيات والجرثوميات. عندي في شعبة اليوجلينيات اللي كان فيها اليوجلينا، عندي في شعبة الطحالب الذهبية اللي هي فيها الدياتومات اللي تعتبر غذاء مهم للكائنات البحرية والأسماك، وكان عندي آخر شعبة هي شعبة الطحالب النارية اللي هي من أشهرها الطحالب ثنائية الأصوات. بكده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة.
اتكلمنا على أول مملكتين، ومكملين إن شاء الله في التصنيف في الحصص القادمة. مع تحياتي سهى عبد الرحمن وتحيات الأستاذ محمد عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.